احنا المرة اللي فاتت، بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كده احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا بسرعة على البيم كوردينيشن وأنواعه، وإزاي أنت تقدر تعمل حاجة كده سريعة، وبعد كده إزاي تعمل حاجة بروفيشنال. وقلنا اتكلمنا على النافيس وورك وأنواعه وأنواع الإكستنشنز أو الامتدادات بتاعته، واتكلمنا هو انا ليه بحتاج النافيس وورك. وبعدين بقى اتكلمنا على ازاي تبدا تستخدم النافيس وورك. بدانا نسحب المشروع بتاعنا، وبدانا نتكلم على ازاي تعمل ريفيوينج، ازاي تعمل كومنتات، ازاي تعمل فيو بوينت، ازاي تغير الورك سبيس. اتكلمنا على الواجهه بتاعه البرنامج بشكل عام، ازاي تخفي العناصر، تظهرها، البروبرتيز والكلام ده كله. يعني كان يعتبر نظرة سريعة على جزء صغير من البرنامج. النهاردة بإذن الله هنتكلم على جزئيتين مهمين كل الناس بتحتاجهم، وكل الناس بتستخدم النافيس وورك علشان خاطر المستين دول. المستين هما الكلاش ديتكشن والتايم لاينر، تمام؟ اللي هو انت على طول منهم هتلاقي في عندك هنا الكلاش ديتكشن والتايم لاينر. لو انت معلم عليهم كده يبقى هما ظاهرين عندك. ادي ده الكلاش ديتكشن اهو، ممكن تعمل لها بين كده. والتايم لاينر لسه هنتكلم عنه النهارده، بس ممكن هو بالشكل ده كده وايه، وتبدا تعمل له البن بتاعه عشان تبدا تشتغل عليه لو انت حابب تشتغل عليه، تمام؟ وكنا قلنا المره اللي فاتت انه حضرتك علشان خاطر تظهر الحاجات دي بالصوره، انه كل الاليمنتس او كل التابس اللي انت محتاجها موجوده كده في الجناب تقدر ترجع لها بسهوله، قلنا ان انت هتروح من الفيو وتبدا تقول له هنا اعمل لي لود الورك سبيس. انا عاوز والله الستاندرد الورك سبيس، فيبقى هو يقفل ويفتح كده بسرعه ويبدا يجيب لك الشكل اللي قدام حضرتك ده. وقلت انه عن نفسي انا بفضل الشكل ده لانه مريح اكتر، والدنيا فيه بتكون كويسه، وكل الحاجات اللي انا محتاجها او كل التابس اللي انا بحتاجها بتكون مفتوحه قدامي. في نفس الوقت متاح ليك ورك سبيس كبير جدا او مساحه فاضيه كبيره تقدر تشتغل عليها من غير ما تتلخبط، او من غير ما يكون الشاشه بتاعتك صغيره ما تقدرش تتحكم فيها وما تقدرش تشوف كل حاجه كويس. طيب خلونا بقى نبدا. احنا المره اللي فاتت عرفنا من الريفت ازاي ان انا ابدا اصدر المشروع بتاعي، وقلنا التصدير سواء كان انت هتصدره بالاليمنت او هتصدره بالليفل. كان عشان تصدر، انا مثلا بحب طريقه ان انا بروح في 3 دي بالشكل ده، وباجي هنا من ادنس وقلت له اعمل لي اكسترنال تولز نافيس وورك، واقول له هنا من السيتنج والله صدر لي كل حاجه، بس انا مش محتاج ان انا اصدر، مش محتاج الروم اكستنشن عشان خاطر ما تظهرليش في النافيس وورك زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت كده بالظبط، وشفنا المشكله بتاعتها وابتدينا ان احنا نتعامل معاها علشان خاطر نحلها. طيب انا مش عاوز اصدر تاني، احنا كنا مصدرين قبل كده اللي هو الموديل اللي اسمه ارك فيلا فاينل ار في تي. ولو تفتكر حضرتك انه كان نوع الفايل هيبقى نافيس وورك كاش، صدرته من الريفت فبتصدر نافيس وورك كاش او ان دبليو سي، وتبدا تروح على النافيس وورك وتيجي تقول له اول واحد تقول له اعمل لي اوبن، تمام؟ هعمل اوبن لمين؟ للموديل ده، وقلت له اعمل لي اوبن لو سمحت. وحاجه مهمه برضو قلناها انه لو انت جيت تعمل اوبن وما شفتش الفايل بتاعك فلازم تختار منها، تتاكد ان انت واقف على الان دبليو سي مش الان دبليو اف او الان دبليو دي، تمام؟ وبرضه اتكلمنا في المره اللي فاتت على الفرق ما بين الثلاثه فايلز دول ان دبليو دي ان دبليو اف ان دبليو سي. لو حد مش فاكر وحابب ان احنا نفكره يا ريت بس يبعت لنا رساله وانا ايه نبدا نقولها تاني. طيب ده كده انا سحبت الموديل المعماري. طيب انا عاوز ابدا اسحب الموديل الانشائي بتاعي عشان ابدا اشتغل على الاثنين مع بعض واشتغل معاهم في الكلاشات. ف كل اللي انا هعمله هروح كده هقول له لو سمحت اعمل لي اوبن للموديل الاستراكشر، اقول له اوبن، طيب عاوزين نقولها تاني عشان الناس اللي هي ما حضرتش.
المرة اللي فاتت احنا قلنا انه احنا عندنا انواع النافيس ورك عموما، عندنا ثلاثة، عندنا النافيس ورك الفري والنافيس ورك السيموليشن والنافيس ورك مانج. وقلنا ان النافيس ورك الفري ده اللي هو والفريدم هو النسخة المجانية اللي اوتوديسك بتتاح ليك، ولكن في المقابل بتبقى ليميتد جدا، فبتقدر من خلالها تعمل بس شوية ريفيوز، تقدر تعمل كومنتات الكلام ده، لكن ما تقدرش تعمل كلاش ديتكشن، ما تقدرش تعمل تايم لاينر، ما تقدرش تعمل كوانتيفيكيشن. السيموليشن نسخة مدفوعة لكن يعني فيها شوية اوبشنز زيادة اكتر. والنافيس ورك مانج اللي هو الباكج اللي احنا بنشتغل عليها بقى والدفعه كل الناس بتشتغل عليها اللي هو النافيس ورك مانج، دي بتكون الفول باكج بتاعت النافيس ورك، تقدر تعمل فيها ريفيو، تقدر تعمل فيها كوانتيفيكيشن، تقدر تعمل فيها كومنت، تقدر تعمل فيها تايم لاينر، تقدر تعمل فيها الكلاش ديتكشن، مش فيها اي مشاكل خالص تمام، لكن طبعا هي بفلوس مش ببلاش. طيب الانواع الفايلات اللي احنا بنصدرها، قلنا ان احنا عندنا ثلاث فايلات، الان دبليو سي والان دبليو اف والان دبليو دي. الفرق بين الثلاثه، الان دبليو سي اللي هو الفايل اللي انا ببدا اصدره من الريفت زي ما انت شفت كده وانا جاي من المعماري وانا فاتح الريفت، كنت بروح على ادنس وبروح على اكسترنال تول نافيس ورك وانا بصدر، بيتصدر بصيغه الان دبليو سي اللي هو الفايل اللي يعتبر اللينك ما بين الريفت وما بين النافيس ورك، او ما بين الاوتوكاد وما بين النافيس ورك، او ما بين السي في اس دي وما بين النافيس ورك، اللي هو النافيس ورك واي حاجه ثانيه بتشير عن طريق ازاي؟ بتشير عن طريق الان دبليو سي. لما باجي بفتح النافيس ورك زي ما انا وريت حضراتكم كده من شويه، باجي بقول له ميلي اوبن، فباجي الان دبليو سي اللي انا صدرته من الريفت او اللي انا صدرته من الكاد او من السي في. طيب لما انا باجي خلاص جمعت مجموعه الفايلز بتاعه الان دبليو سي، سواء بقى المعماري والاتش فاك والبلامنج والكلام الكهرباء مثلا، فابتديت انا اشتغل عليهم، بسيف فايل النافيس ورك، فايل النافيس ورك انا بسيفه ده هو ان دبليو اف او نافيس ورك فايل. الان دبليو اف ده عامل بالظبط كانك مثلا، عشان نقربها للناس، لو انت شغال على فايل كاد ساحب جواه مجموعه من الاكسرفات، لو انت مسكت فايل الكاد ده من غير الاكسرفات وبعته للكلاينت، الكلاينت هيفتح فايل الكاد هيلاقيه فاضي. ليه؟ لانه لازم يكون معاه الاكسرفات بتاعته، وكذلك الان دبليو اف لازم يكون معاه الان دبليو سيز بتاعته، وكذلك برضه زي الريفت، لو انت عندك موديل ريفت وعامل عليه لينكات، مجموعه من اللينكات، لازم يكون معاه مجموعه اللينكس دي، لانك لو بعت موديل الريفت من غير اللينكات مش هيقرا اللينكات ومش هيشوف ان في جواه اليمنت اصلا في اللينك، تمام كده؟ وهتلاقي حتى اللينك محمول عليه علامه اكس كده ان هو مش موجود. طيب وبالتالي الان دبليو اف لازم حضرتك تكون مرفق معاه الان دبليو سي علشان خاطر يعرف يقراهم. طب الان دبليو دي، الان دبليو دي هو نسخه من الان دبليو اف، ولكن انا خلاص خلصت المشروع بتاعي وعملت كل اللي انا عايزه، وعاوز ابعت فايل واحد بس للكلاينت، ما هواش مرتبط بمجموعه فايلات اخرى، فبعمل ان دبليو دي اللي هو كانك كده بالظبط عملت بايند في الكات، تمام، اللي هو خلاص شلت الموضوع الاكسرفات وخليت كل اللايرز او كل المودلز محطوطه عندك في موديل واحد هو الان دبليو دي. كويس، لكن هو مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بيفصل اللينك ما بين الريفت والنافيس ورك، خلاص ما بقاش في لينك ما بينهم لانه بقى فايل مستقل. انما الان دبليو اف هو ما زال لينكد مع الريفت من خلال ان دبليو سي، فاي كل مره بتصدر ان دبليو سي وتعمل فيه ابديت، فايل الان دبليو اف اوتوماتيك بيبدا يقراه وبيبدا يتعامل معاه الابديتد فايلز بتاعت ان دبليو سي. طيب ده كده الفرق بسرعه عن الفرق ما بين الثلاثه ايه؟ الثلاثه نافيس ورك فايلز اللي احنا بنشتغل عليهم. طيب ادي عندي هنا ده الريفت بدا يفتح معانا بالشكل ده، معلش الاليمنت ده بس كنت انا مرنن عليه الايه الداينامو. طيب ده موديل الاستراكشر بتاعي، فانا دلوقتي عاوز اصدره بنفس الشكل، هروح على ادمز اكسترنال تولز نافيس ورك وهسميه ده، بس قبل ما نسميه
الفكره انا مش عاوز اصدره بليفلز، تمام؟ انا خلاص مش عاوز اصدر بليفلز. الصوت بيقطع او حاجه مش واضحه يا باشمهندسين، بس يا ريت تكتبوا لنا. لا تمام، عندها الصوت مظبوط، هو ممكن يكون من عنده هو. تمام زي الفل. فعندنا هنا طبعا الديفايد انتو ليفلز، خلاص قلت لا انا مش هعمل ديفايد انتو ليفلز، وقلت ان انا هصدر للكرنت، للكرنت فيو بتاعي. طيب يا ريت بس الناس ترد تقول له انه المشكله من عنده، عشان يخرج مثلا يدخل تاني او يشوف المشكله عنده في ايه. طيب انا كده خلاص عاوز اصدر، فهبدا اقول له والله خلاص انا حتى الرومز، انا ما عنديش رومز اصلا هنا، يعني بالنسبه للاستراكشر ما فيش حاجه اسمها رومز. فقلت له اوكي، ده استراكشر مثلا، ده هسميه مثلا وليكن استراكشر بس بتاع البيم اري بيمس، تمام؟ قلت له اعمل لي سيف. بدأ هنا صدر بصيغه ايه يا باشمهندسين؟ ان دبليو سي اهو. كده هو خلاص صدر. هروح انا للنافيس وورك، هل انا هاجي من هنا اقول له اعمل لي اوبن للفايل الاستراكشر؟ لا، لان انا لو عملت كده هيقفل لك فايل الريفت بتاع او فايل النافيس اللي فيه المعمار، ويفتح لك فايل جديد يحط لك فيه الفايل بتاع الايه الاستراكشر او الموديل بتاع الاستراكشر. طيب فانا بعمل ايه؟ ما بعملش اوبن بقى، بعمل اوبن دي اول مره بس. بعد كده اي موديل جديد هبدا ادخله هنا بستخدم ابند، قول له ارفق لي الفايل اللي هو اسمه استراكشر، وخد بالك ان دبليو سي اهو، تمام؟ قلت له اوبن، فراح فاتح لك كده اهو، ادي هنا كده الاستراكشر والاركتكشر مع بعض شغالين والدنيا تمام. حلو، انا كده اقدر اشتغل كل حاجه بقى انا عاوزها، كلاشات، تايم لاينر، كوانتيفيكيشن، انيميشن، ريندر، كل اللي انت عايزه خلاص انت كده. وهكذا لو انت عندك مثلا الميكانيكال، عندك الكهرباء، عندك الاتش فاك، الكلام ده كله تقدر تشتغل عليه. طيب عاوز ابدا انا اعمل الكلاش بتاعي. اول حاجه ما تيجي تورينا كده السلكشن تري اهو، فتلاقي عندك السلكشن تري هنا اصبح موجود عندي موديلين، موديل الاركتكشر وموديل الاستراكشر. طبعا في عندنا حاجه هنا اسمها ستاندرد، في حاجه اسمها كومباكت، وفي حاجه اسمها بروبرتس. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ لو رحت للستاندرد هتلاقي كده مقسم لك كل مشروع مع نفسه اهو، تمام؟ ده الاركتكشر صدره بالاليمنت، قلنا المره اللي فاتت، لان حضرتك وانت بتصدر اخترت ان انت تصدره بالاليمنت، مش ان انت تصدره بالليفل، تمام؟ والمره اللي فاتت برضه وريت حضرتك لما تصدر بالليفل بيكون ده شكلها عامل ازاي بالنسبه للليفلز. طيب ده الستاندرد. لو انت جيت هنا للكومباكت فهو بيسلكت المشروع كله مره واحده ككومباكت، كحاجه واحده او كبلوكايه واحده. اما البروبرتيز فبيدخل بقى على كل ايه؟ كاتيجوري، كل اليمنت اي دي، الدوكيومنتيشن، الكلام ده كله، تمام؟ طيب انا كشكل عام لا، انا بشتغل على الستاندرد، هو ايه؟ هو اللي يهمني. تمام كده، ادي ده الستاندرد بتاعي، وابدا انا خلاص اشتغلت معاه بالشكل ده، الدنيا بتكون متظبطه. ادي عندي الاركتكشر وادي الاستراكشر. حلو قوي، ده كده السلكشن تري بتاعتي. علشان ابدا الجزئيه الخاصه بالكلاش ديتكتيف، تعالى كده نغير الاول حاجه الباك جراوند. فلو جيت كليك يمين الباك جراوند، قلت له معلش انا عاوز بلين، انا بحبها الخلفيه تكون بلاك، وقلت له اوكي. فادي كده الخلفيه البلاك بتاعتي. تعال نجيب الكلاش ديتكشن، ادي اصبح عندي السلكشن تري وادي عندي الكلاش ديتكشن بتاعتي. بس خد بالك الكلاش ديتكشن هنا جراي كده، طب ليه هي جراي؟ ان انا لسه ما ضفتش اي كلاش او اي بروبرتي خالص. فعشان تضيف كلاش بتضغط على السهم ده يبدا يفتح لك الويندو بتاعت الكلاش. طيب في ناس لما تيجي تختار الويندو بتاعت الكلاش مش هتلاقي الجزئيه البيضه دي زهره بيضه كبيره كده، هتلاقيها صغيره جدا. خلينا اقول لك
حاجه مثلا عامله كده، فيظهر فيها كلاش واحد بس او كلاش تيست واحد بس ومش قادر يشوف بقيه الكلاشات. فالحل ببساطه الناس ما تاخدش بالها منه هو الخط الصغير ده. لو انت جيت في الخط الصغير ده شديته كده فتبدا تظهر معاك عشان تبدا تشتغل على الكلاشات بتاعتك. حلو. طيب ابدا اضيف كلاش ازاي؟ تقدر تضيف كلاش عن طريق اد تيست من هنا او اد تيست من هنا، اللي هو تضيف كلاش تيست. فاد تيست هسمي التيست بتاعي مثلا وليكن اس تي ار كولومز، دي مثلا مع مين؟ مع الارك اولز مثلا. طبعا ده كلاش هيطلع لك كلاشات يعني، بص مش عايز اقول لك. بغض النظر ادي هنا مثلا ده كلاش اهو خلصته. تعالى بقى هو انت هتختار من هنا ايه؟ برضه تقدر تظهر الستاندرد والكومباكت والبراكتس اللي احنا كنا ظاهرينها منين؟ من السلكشن تري. يعني لو حضرتك واخد بالك من السلكشن تري. طيب فانا هخليها ستاندرد. طب انا هظهر هنا انا عندي موديل ستراكشر، هل انت عاوز تعمل كل موديل ستراكشر مع كل موديل المعماري؟ لا ده انا مثلا عاوز الاعمده بس. فهنزل كده ممكن ارفع دي شويه كده عشان خاطر اشوف الحاجات الالمس اللي موجود عندي هنا ده كويس. فهقول له والله ده انا عاوز ستراكشر كولومز. طيب ستراكشر كولومز مع ايه مثلا من المعماري؟ فهاجي اقول له والله انا عاوز مع الحيطان المعماري اهو. تمام كده هو خلاص هو سيف الكلاش. لو انت عملت كليك في اي حته الكلاش عنده اصبح ظاهر انه الكلاش بتاعك هو ده مع ده. طيب باجي اضيف كلاش جديد، ادي الكلاش اهو. لو انا وقفت على الكلاش اللي هو بتاع الاستراكشر كولوم ارك وول هتلاقي هنا مختار الاستراكشر كولوم مع الولز. طيب تعالى نعمل الكلاش التاني ده لسه ما اخترناش فيه حاجه. لو انت جيت قلت له هنا ده والله اسميه مثلا اس تي ار بيمز مع مثلا الارك وليكن سيلينج. طيب هختار هنا ادي هنا الاستراكشر اقول له والله هات لي منه الفريمنج. طيب هنا في المعماري اقول له والله هات لي المعماري السيلينج. تمام يبقى اذا هو كده فهم الانشائي مع المعماري. فانا لو رحت هنا كده فلقيت ده كولومز مع وولز، لو رحت هنا كده لقيت ده استراكشر فريمنج مع سيلينج. انا كده عرفت ازاي اعمل الكلاش تيست بتاعي. بس لسه استنى بقى في اوبشنز ثانيه اللي هو الكلاش بتاعك ده انت عاوز التايب بتاعه ايه؟ التايبس اللي ظهر هنا هل انت عايزه هارد؟ عايزه هارد كونسرفاتيف؟ عايزه كليرنس؟ عايزه دوبليكيت؟ ايه الفرق ما بين انواع الكلاشات دي؟ اولا الاثنين اللي دايما بيلخبطوا هو الفرق ما بين الهارد والهارد كونسرفاتيف. احنا بنشتغل ايه من غير تفصيل؟ بنشتغل على الهارد ما بنشتغلش على الهارد كونسرفاتيف. طيب كده يا باشمهندس انت بتحفظنا؟ لا تعالى بقى نقول لبعض كده هو ايه السبب. اولا انهي الادق؟ الهارد كونسرفاتيف. طب انهي اساسا اللي بيجيب مشاكل اكتر؟ الهارد كونسرفاتيف. طب انهي العملي؟ الهارد. ليه؟ لانه هو لازم تعرف هو النافيس ورك بيفكر في العنصر ازاي. العنصر بالنسبه له بيكون عباره عن مجموعه من السيرفيسز او الاسطح. الاسطح دي عباره عن مثلثات تمام بتتجمع مع بعضها تكون لك الشكل اللي حضرتك بتشوفه. فالفكره بقى عباره عن ايه؟ خلينا نجيب مثلا البينت كده. ادي ده مثلث وادي مثلث تاني. ده مثلث من السطح بتاع الانشائي مثلا وليكن، وده مثلث من السطح بتاع المعماري.
عملوا تقاطع مع بعض بالشكل ده، يبقى اذا الشكل ده يجيبه هارد. طيب الهارد كونسرفاتيف بقى، لو انا السطحين دول، السطح ده فكره المثلث ان هو ايه؟ ان هو بيرسم دايره تمر بالايه؟ تمر برؤوس المثلث ده كلها. انا عاوز بس حاجه كده سبلاين اقعد ارسم بيها. يعني ده دايرة ايه؟ معلش تخيلوها انها دايرة، وده دايرة بتمر برؤوس المثلث دي كده، كويس؟ طيب في الهارد، الهارد لما يحصل تقاطع حقيقي بالشكل ده يجيبه لك على طول، انما لو حصل انه المثلثين بقوا حاجة بالشكل ده كده، المثلثين في الحقيقة مش بيتقاطعوا، ولكن الدايرة بتاعت ده عاملة كده مثلا. معلش تخيل انه الراس بتاعت المثلث دي هنا كده، ماشي، راسه ده هنا كده، والمثلث ده الدايرة بتاعته اهي، تمام. فالتقاطع حصل فين؟ في الدوائر مش في المثلثات. اللي يعمل كده الهارد كونسيرفاتيف يجيب لك الكلاش ده، تمام، انما الهارد بس ما يجيبش الكلاش ده. طيب هل انا مهم ان انا اعرف الحته دي؟ لا مش مهم، يعني هو كل اللي يهمك انه انا هشتغل على ايه؟ هشتغل على الهارد كونسيرفاتيف. طيب ما انت كده التو اس اصلا مش لامسين بعض، ولكن نتيجه الفاستنج فاكتور زي ما بيقول هو ده اللي هو موضوع الدوائر والمثلثات ده، حصل ان بقى فيه كلاش ودخلوا في بعض. انت ما بتحتاجش الدقه دي قوي، لانه غالبا لما بتيجي تجيب الهارد كونسرفاتيف بيروح مطلع لك كميه كلاشات لا حصر لها. انت لما تيجي تراجع في الاخر هتقول انها ابروفد. ليه؟ لان احنا في اصلا عندنا توليرانس، يعني مثلا بتسمح ب 5 مللي، 4 مللي، 3 مللي وهكذا. فلذلك كل الناس بتشتغل على الهارد ما بتشتغلش على الهارد كونسرفاتيف. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو الكليرنس. الكليرنس انه انا عندي تو اليمنتس مش داخلين في بعض. احنا قلنا الكلاش والهارد ده في تداخل. طيب الكليرنس هم مش داخلين في بعض، ولكن في بينهم مسافه محدده. هي دي لو قل عن المسافه دي يبقى ما ينفعش، يبقى اعتبرها لي كلاش وقول لي ان هنا خد بالك الكليرنس مش متحقق. ده ازاي؟ غالبا بيحصل مثلا لو انا جيت قلت وليكن انا عندي حاجه بالمنظر ده كده، دي ما ده فلور والسائط منه كاميرا بالشكل ده، وفي عندي هنا السيلينج بتاع المعماري، وفي عندي هنا اللي هي المسافه الكليرنس اللي ما بين الكاميرا والسيلينج. فيجي المعماري يقول لك والله ده انا عاوز السيلينج او عاوز الكليرنس ده يكون مثلا وليكن 30 سنتي او 40 سنتي. طيب الكاميرا في الحقيقه ما بتعملش كلاش مع السيلينج، لكن انا عاوز اتشيك ان المسافه دي ما قلتش مثلا عن 30 سم المسموح بيهم، يبقى لازم استخدم نوع الكلاش اللي هو الكليرنس. هو ليه سايب هنا المسافه دي؟ ممكن تكون في الغالب بسبب المهندسين بتوع الام اي بي ان هو له مواسير عاوز يمشيها هنا، فالمواسير دي بيكون ليها قطر معين، القطر ده محتاج كليرنس، تمام، ومسافه ما بينه وما بين الكاميرا، ومسافه ما بينه وما بين السيلينج، فلازم الكليرنس ده يتحقق.
العلاقه دي بتكون كومبليكيتد، مش سهل ان انت تشوفها بسهوله، لكن سهل ان انت تخلي النافيس ورك يطلع لك الكلاش ويقول لك هل فعلا الكليرنس ده متحقق ولا لا. تمام، هو ده، عشان كده انا بلجأ لموضوع الكليرنس. طب نشوف رسائل. طيب اخر نوع عندنا في الكلاشز اللي هو الدوبليكيتس. الدوبليكيتس دي ان انت عندك تو اليمنتس متطابقين على بعض تماما. اكتشف لي الاليمنتس دي عشان اروح انا جوه الريفت امسحها او اغيرها اشوف اللوكيشن بتاعها. طب الدوبليكيتس دي بتحصل ازاي؟ غالبا بتحصل لما بتيجي تشتغل يا باشمهندس، تاخد مثلا كوبي لي الاليمنت وتقول له بيست ات ذا سيم بليس، فتبص تلاقي انه نزل غصب عنك. او انت بترسم مثلا حيطه، نتكلم مثلا لو في مهندس وليكن مهندس انشائي جاي بيرسم حيطه معينه، وبدل ما يرسمها كونكريت رسمها وول معماري ما خدش باله، فاوتوماتيك اللي بيحصل انه الريفت بيطلع له رساله يقول له خد بالك الاليمنت ده مش ظاهر عندك في الفيو. هو يقعد يتجنن يشوفها في ال2 دي ما يلاقيهاش، يشوفها في ال3 دي ما يلاقيهاش، فيقول لك لا دي ما اترسمتش، ويقعد يرسم فيها مرتين ثلاثه فوق بعض على بال ما حد يجي يقول له خد بالك دي ايه، ده انت واقف على الديسيبلين ستراكشر فلازم تغير الديسيبلين بتاعك، تخليه مثلا كوردينيشن او اركتكشر عشان تشوف الحيطه، او ان انت اصلا الحيطه بتاعتك تختار ان يكون التايب بتاعها ستراكشر عشان تظهر معاك في الستراكشر. طيب فبدا الحيطه اترسمت كذا مره فوق بعضها، هو ما خدش باله غير التايب وخلاص وخلصنا على كده. وخد من ده كتير انه بيحصل دوبليكيشن مش بس في الحيطان، لا في عناصر تانيه كتيره. ففي الاخر الدوبليكيت ده بيأثر عندك في الكلاشات، بيأثر عندك في الكوانتيفيكيشن، بيأثر عندك في ال او دي بتاع الموديل نفسه طبعا، وبتبقى الدنيا مش لطيفه. فمشكله انك ما تقدرش تكتشف الدوبليكيتس على الريفت مباشرة، فلازم لو نوع الكلاش اللي هو الدوبليكيت ده يقدر يظهر لك حاجة زي كده، فتكون حاجة كويسة جدا وممتازة تطلع لك الدوبليكيت اللي بيحصل عندك، أو إن أنت تستخدم الداينامو في إن هو يبرز لك الدوبليكيتس جوه الريفت تبدأ تحلها، إنما جوه الريفت نفسه بمجرد ما أنت تتجاهل الرسالة بتاعت الدوبليكيشن خلاص أنت ما تقدرش تكتشف الدوبليكيشن اللي حصل وانت شغال. جميل. التوليرانس انت عاوز تسمح بتداخل قد ايه؟ وليكن 5 مللي لحاجه كويسه. طيب في هنا كمان شويه التابس اللي قدامك دي، ايه دي عباره عن ايه؟ الكلاشز اللي انت هتعملها يا باشمهندس، انت هتكلش سيرفيس ولا لاين ولا بوينت ولا هتكلش ايه بالظبط؟ فانا هقول له والله الديفولت ان انت بتكلش سيرفيس مع سيرفيس، وده اللي اغلب الناس بتعمله. طيب لكن افرض ان انت عندك مثلا الام اي بي بتاعك، فالماسوره بيكون فيها سنتر لاين، فانت عاوز تكلش مع السنتر لاين ده، فبتختار اللاين، او ان انت جايب لايرز من الاوتوكاد فعاوز تكلش مع اللاينز فبتختار اللاينز. تمام، فانا هكلش سيرفيس مع سيرفيس، او هكلش سيرفيس مثلا لو ضغطت كده هيكلش مع اللاين، او ممكن كده يبقى سيرفيس واللاين مع سيرفيس وهكذا، يعني بتختار انت هتكلش ايه من هنا مع ايه من هنا. حلو قوي. انا اخترت كده دلوقتي اللي هو الاستراكشر فريمنج مع السيلينج، وخلينا كده ندوس الرن. فقال لك ظهر لك 8 كلاشز. ايه ده يا باشمهندس؟ طب ما التيست اللي فوق ما ترنش. ايوه، لان انت ماسك التيست ده بس وعملت له رن. لو انت عاوز كله يرن هتقول له اللي هو ايه؟ ابديت اول، بس انا مش عاوز اشتغل على كله ده طبعا، يطلع لك حاجات كتيره، فخلينا بس نتكلم على شويه كلاشز صغيره كده نبدا نتعلم منها. اللي انت شايفه هنا ان انت واقف على كلاش، وشايف هنا المبنى كله شيدد بالشكل ده، والكلاشات ظاهره قدامك يا باشمهندس كده. طيب انا مش عاوز الكلاشات كلها عنده، فتشيك كده خلاص، شلت الهايلايت اول كلاشز،
فبدأ يجيب لك الكلاش بتاعك اللي انت واقف عنده. طيب الكلاش ده بعيد، انا ممكن مثلا وانا شغال في مشروع كبير كده فمش شايف الكلاش بتاعي، فاقدر في اوبشن هنا جميل جدا اسمه فوكس اون كلاش، اللي هو روح اجري هات لي الكلاش بتاعي. فراح عمل فوكس بشكل سريع جدا على الكلاش بتاعك. جميل، جينا هنا اهو ادي ده السيلينج، وادي فعلا الكاميرا هنا مكلشه بنسبه كبيره اهيت في السيلينج، فانا لازم اشوف هنا الحل بتاعها ان انا اقلل الكاميرا او اعملها كاميرا مدفونه، او الانشاء نقول له خد بالك حل لي بقى المشكله دي اهو، روح انت حلها شوف حلها يكون عامل ازاي. فالانشائي في المنسهب زي لو كاميرا تسلم على ارتفاع اقل من، طيب انا بس، طب الرساله بتاعتك مش كامله كلها، فممكن ابعت لي بس الرساله تاني وانا هشوفها عشان اقراها كويس. طيب ادي عندي الكلاش اهوت، كويس ادي عندي الكلاش بتاعي. الكلاش هنا تبدا تشوف بقى في كذا حاجه في الويندو الكبيره دي عاوزين نبدا نتعلمها. اول حاجه ادي الكلاش بتاعي، لو انا رحت للكلاش التاني تشوف تلاقي فيه انيميشن كده ما بين الكلاش واللي بيحصل، بص اهو اللي هو الدوران والكلام دوت. الانيميشن هنا لانك لو رحت انيميت ترانزيشن، طيب لو انا شلت الترانزيشن دي ورحت على الكلاش هتبص ليه بيروح لك على الكلاش مباشرة. نشوف الفرق هنا كده، ده لو رحت في الانيميت بيعمل لك نوع من الانيميشن كده. صراحة أنا بحب موضوع الأنيميشن ده، بيكون شكله أفضل نوعا ما، يعني ما يبقاش شغلنا كله عبارة عن حاجة عقد وكلاكيع، لا يبقى فيها أي حاجة يكون شكلها كويس. فأنا شايف إنه ده شكله مقبول إن أنت تعمل تسيب الأنيميشن شغال. طيب دلوقتي الكلاش بتاعي ظاهر وحواليه كل المبنى شيدد أو واير فريم بالشكل ده، طب انا عاوز اخليه الواير فريم ده يتشال واخلي الكلاش بتاعي هو اللي ظاهر بس لوحده عشان اعرف اسلكت عليه. انا لما جيت اسلكت مثلا عليه مش هعرف، تمام اهو زي ما انت شايف هنا. ف غصب عني انا عاوز دلوقتي مثلا اروح على الكلاش بتاعي، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ هضطر ان انا اعمل اقول له هايد اذر بالشكل ده، فبدا يظهر لك بس الكلاش لوحده اهو كده، تمام. وليكن انا مثلا الكلاشات دي خلينا نعملها ديليت، وارجع مثلا اعمل الكلاش تاني اهو، هاجي اقول له والله لو سمحت اعمل لي اد كلاش او اد تيست، اسف التيست ده هسميه مثلا وليكن اس تي ار بي مع الارك سيلينج، وهاجي من هنا ادي الاستراكشر فريمينج، وهاجي في الارك سيلينج قول له اعمل لي رن التست بتاعي اهو، ظهر معاك كده اهو، يبدا يظهر لك الكلاش لوحده. حلو، ممكن انا هنا اشوف ايه في الكلاشات؟ هل انا لوحدي اللي بشتغل في الكلاشات واحلها، ولا مين اللي بيحل الكلاشات؟ كل قسم بيحل الكلاشات بتاعته، الانشائي بيحل الكلاشات الخاصة بيه او المتعلقة بيه، المعماري بيحل الكلاشات المتعلقة بيه وهكذا. طيب الام بي بيحلها وهكذا. طيب انا عاوز دلوقتي اقول ان الكلاش ده اسايند على المعماري، ان المعماري مثلا يدرس السيلينج بتاعه لان الانشائي مش هيقدر يقلل الكاميرا عن الدبس ده. فباجي هنا حاجة اسمها اسايند، فاقول له اساين تو مين؟ اساين تو مثلا ارك،
والله ده خاص بيه المعماري. فتلاقي هنا حاجة اهو اسمها assigned، رايح assigned على مين؟ على المعماري يا باشمهندسين. طيب خد بالك هنا بقى، بتلاقي موجود حالة الكلاش، وهنا عدد الكلاشات، والحالة بتاعته هل هو نيو أو أكتيف أو ريفيود أو أبروفد أو ريسولفد، محلول تمام. وهنا الأسايند بتاعه والديستنس كمان، مسافة التداخل قد إيه ما بين التو إيليمنتس تمام. فده معلومات كويسة جدا. طب وكمان الجريد انترسكشن اللي هو المكان بتاع البلان اكس ايه مع اكس ايه، ممكن انا اضيف او اشيل من الويندو دي. ممكن لو انا جيت كده شلت دي قلت له تشوز كولومز، هنا بقى ابدا اختار منه الكولومز اللي انا عاوزها. وليكن مثلا انا عاوز الفاوند دي، انا مش عاوز مثلا ابروفد باي ولا ابروفد ولا الديسكريبشن، انا بس عاوز مثلا وليكن الكلاش بوينت. الكلاش بوينت اللي هو احداثيات النقطه اللي حصل فيها الكلاش بتاعي تمام. طيب عاوز اطلعها، فابدا اقول له والله اهو ده موف داون، ممكن اقدر اقول له اهو امسك دي واقول له لو سمحت اعملها لي موف اب اهو، انا عاوز الكلاش بتاعته. وادي ده اقول له موف اب، وانا عاوز الكومنتس مثلا دي لا خليها لي تحت، انا ما يهمنيش قوي موضوع الكومنت دي ماشي. والديستانس مثلا انا حصل عندي كلاش وكلاش بوينت، وعاوز انا اروح اقول له حط لي جنبها مثلا الديستنس، بس لازم يكون هنا طبعا الستاتس الاول اهو، انا مثلا برتبها ستاتس الكلاش بوينت الديستنس الليفل، وعايز اقول له والله ده هو الساين ده على مين تمام. وقلت له اوكي، فبدا اطلع لك الويندو اللي قدامك دي بالديتيلز اللي انت محتاجها تمام. الكومنت مثلا لو انا مسكت الكلاش ده اللي هو ليكن كلاش 2 ده، حاجه اقول له اكتب لي كومنت كده اللي هو مين، اللي هو مثلا موف ذا سيلينج داون تمام. وقلت له اوكي، فانا هنا دلوقتي عملت له ايه؟ عملت له الكومنت بتاعي. حلو قوي. لو انا جيت من ريفيوز وقلت له فيو الكومنتس بتاعتي، هتلاقي ان هو في عندي assigned على المعماري، وقلت له هنا اهو assigned to arc، وقلت له هنا ان هو move الceiling down، ده الكومنت ايه؟ ده الكومنت بتاعي، فيقدر هو يشوفه ويشتغل. مش بس كده، ممكن انا كمان اعمل له هنا cloud. طب الكلاود ده مش عاوزها تبقى لونها احمر، اهو اغير اللون بتاعها اخليها مثلا باللون ده مثلا اي حاجه اهو. فابتديت اعمل له كلاود هنا واكتب له تكست كمان، اقول له والله ده انا عاوز هنا مثلا ايه تشيك اللي هو السيلينج هايت تمام، تشيك السيلينج هايت، وقلت له اعمل لي اوكي. فكده خلاص بقى في هنا ده فيو بوينت، سيفد فيو بوينت كمان تقدر تروح له وتجيب هنا اللي هو الايه التشيك السيلينج هايت بتاعك عشان تبص عليه. فانا عملت له سيفد فيو بوينت، وعملت له كومنت، وعملت له كذا حاجه هو يقدر يرجع لها. جميل. طب نوع الكلاش نفسه، نوع الكلاش نفسه، الكلاش نفسه ده مثلا هقول له هل هو اكتف، فبقى هنا اكتف، فلقيت انه في هنا واحد اكتف، يبقى 7 جداد وواحد اكتف. طيب الكلاش ده مثلا انا قلت له لا والله ده احنا حليناه خلاص، فبقى ريسولفد بالشكل ده، فبقى هنا بقى 6 جداد واحد اكتف واحد ريسولفد وهكذا.
طيب الكلاش ده لو انا اقدر اتحكم فيه اكتر من كده، تقدر تتحكم فيه اكتر من كده، ما انت عندك هنا الكلاش بوينت بتاعتك، فتقدر تعمل داينامو سكريبت يجيب البوينت دي جوه الريفت ويحط لك عليها علامه، وليكن مثلا كيوب او سفير او بايب اي حاجه، ان هو يعلم لك على مكان النقطه دي، فانت تروح وتشوفها وتشتغل عليها. ممكن كمان الاليمنت اي دي، طيب لو انا جيت مثلا عاوز حاجه فيها كلاشات كتيره، ممكن اجي هنا اقول له مثلا الكلاشات دي انا عاوز اجمعها مع بعض وابدا اعمل لها جروب ليها، فانا ممكن اجي اقول له والله الكلاشات دي كده، اللي هو مثلا وليكن الثلاث كلاشات دول، هاجي اقول له اعملهم لي ايه؟ اهو اعملهم لي جروب. كويس؟ فاجي مثلا اقول ادي ده الجروب بتاعك، ده ميزته كذا ميزه ان هو بيقدر يمسك لك الكلاشات كلها الخاصه بالجروب مع بعض ويظهرها لك مره واحده، فتيجي تسميها مثلا ده وليكن مثلا ده بيمز، وكله هنا بيمز، بس ممكن يعني اقصد على كده ان انت ممكن تسميه بكلاش معين. تمام؟ فانت سميته كلاش معين، انت الميزه بتاعته انت تقدر تتحكم في كل الكلاشات اللي جوه الجروب مره واحده. مثلا انا راجعتها اهو خلاص بقت ريفيوت، طيب انا خلصت كده اقدر اجي اقول له ايه؟ امسح لي الايه الجروب، خلاص انا مش عاوز الجروب، فبقى هم ريفيوت بالشكل ده، دول الكلاشات بتاعتي لسه زي بعض، وعملت لهم ريفيو. تمام؟ فانا قدرت اتحكم فيها. ممكن تعمل سورتنج، ممكن تعمل سورتنج طبعا. ازاي اعمل سورتنج؟ ممكن تيجي مثلا تقول له والله انا هنا ده كليك يمين وادي كويك فلتر باي، اقول له اعمل لي بالريفيوت، فجمع لك جوه الريفيوت كلهم مره واحده مع بعض، ده نوع من انواع السورتنج. تمام؟ طيب خلصت انت السورتنج بتاعك خلاص، فتقول له اعمل لي كلير للكويك بتاعي. حلو قوي. تعالى نعمل كلاش مثلا، نعمل بيه نوع من انواع السورتنج او الفلترنج الثانيه، اللي هو مثلا انا هضيف كلاش تيست، هقول له مثلا انا عاوز الاس تي ار كولومز مع الارك، وليكن الارك وولز مثلا. تمام؟ فاجي هنا ده الاستراكشر كولومز، واجي هنا في الارك واقول له والله انا عاوز الوولز، واقول له ابدا اعمل لي رن للتيست ده، فجاب لك 120 كلاش. ماشي؟ حلو قوي. طبعا هو الكلاش ده انت لازم تدرسه، اللي هو طب ما انا عندي العمود اهو جوه الايه؟ جوه الحيطه، فاذا ده كلاش. فده ممكن انا اقول له ان هو ابروفد. طيب الكلاش تاني مثلا جوه الحيطه، فخلاص وهكذا. يعني الفكره كلها ايه؟ انه مش كل الكلاشات اللي بتطلع لازم تحلها، لا، في كلاشات هي فعلا ابروفد، فده خلاص ده انا موافق عليه ابروفد. تمام؟ ده خلاص انا موافق عليه ابروفد. تمام؟ طيب تعالى مثلا كلاش زي الكلاش اللي هو رقم 3 ده، لا ده تعالى بقى نشوف هي الحيطه دي فين والعمود ده فين، هل فعلا اساسا وضعه كده ولا لا، ولا ايه ظروفه؟ لازم تروح جوه الريفت وتشوف الاليمنت بتاعك وتبدا تشتغل عليه تحله، وبرده دلوقتي هنشوف حالا ازاي تشتغل عليه. طيب انا بعمل لك كلاش مثلا، طلع لك كلاشات كتيره، ده عشان نعمل ايه؟ لو انا جيت مثلا هقول له ده خليه تاني للستاتس بتاعته مش ابروف، ده خليه مثلا نيو عادي، وخليه ده نيو عادي. حلو قوي. في حاجه هنا انت دلوقتي عاوز تشتغل، بالأعمدة أو آسف، إنه كل العناصر اللي هي فيها سيلكشن أو فيها كلاش مع العمود ده أفلتره مثلا كلهم مرة واحدة وأظهرهم مع بعض. هل أنا أقدر أعمل الكلام ده؟ تقدر تعمل الكلام ده. طيب إزاي؟ لو أنت مسكت العمود ده كده
جيت قلت له والله تعالى هنا في الفلتريشن، قلت له انكلوسيف، يعني كل الكلاشات اللي داخل فيها العمود ده هتهالي. فجاب لك كل الكلاشات، هو هنا من كلاش كلاشتين اتنين بس اهو، كلاش ده والكلاش ده، تمام. فانت خلاص عرفت ده، ممكن تعملهم اساين تو جروب. خلاص انا همسك الكلاشين دول كده واقول له والله اعملهم لي ايه، اعملهم جروب عشان اتعامل فيهم مع بعض. طبعا ده ينفع اشتغل عليه كمان بقى لما تبقى العناصر كتيره، يعني مثلا ده مثلا الاليمنت ده اللي هو الحيطه المعماري ده، انا اشوف عاوز الكلاشات بتاعتها، لما تجيبها لي كده انا عاوز هنا فلتر بالنم، وخلينا نلغي الجروب ده كده. انا بتبت ده واقول له والله هات لي فلتر كده بالايه؟ بالانكلوسيف. لا خلاص هو مش مكلش غير مع العمود ده، فخلصت، تمام. ده يسهل عليك لما يكون عندك الكلاشات بتاعتك كتيره، انك تقدر بكل سهوله توصل للاليمنت بتاعك وتبدا تشوف الكلاشات الموجوده معاه وتبدا تحلها. ده نوع ممتاز جدا من انواع الفلتريشن. طيب انا عاوز افتح دلوقتي لو حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا نشوف هنروح نحل الكلاش ده ازاي على الريفت. هل في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ لو في حد عنده سؤال يا جماعة ممكن يفتح له المايك، يعمل ريز هاند بس. تشيك الكلير هايت بتاع السلالم، شوف نفسك اهوت. لو انت عندك هنا مثلا في اللي هتضيف على هتضيف تيست جديد، شوف التيست مثلا هنا ده السلم. بس خد بالك في الحاله دي قسمه بقى لايه، لكذا اليمنت عشان خاطر تقدر تجيب كل فلايت لوحدها وتبدا تتشيك اهو، تبدا تتشيك كل واحده مع الثانيه. يعني مثلا انا عندي ستير هنا ده مع القلبه الثانيه اللي فوقها مثلا من هنا، تمام. من نفس ما هو بكاش معماري مع معماري بالشكل ده، وابدا اجيب بقى مين، ابدا اجيب هنا بقى اللي هو الكلاش بتاعي، هيبقى الكليرنس بتاعي. وابدا اشوف التشيك بتاعي الكليرنس وادي له التولرنس المسموح بيه وابدا ارنن واشتغل على كده. كده كل الاعمده هتطلع كلاش في هتطلع في الكلاش. ما هو خد بالك احنا في عندنا حاجه مهمه جدا اسمها الكلاش ماتريكس. ايه هي الكلاش ماتريكس؟ ايه هي الكلاش ماتريكس؟ الكلاش ماتريكس بتاعتك ده عباره عن انت هتكلش ايه مع ايه؟ ايه الاليمنتس اللي انت هتعمل لها كلاش عندك؟ فتلاقي مثلا انا دلوقتي الكلاشات بتاعتي، طبعا الكلاش ماتريكس ليها ستاندردز كتيره جدا، ولكن على سبيل المثال انا هيكون عندي مثلا وليكن اربع او خمس اقسام، معماري وانشائي وام اي بي الام بي ده طبعا جواه الكهرباء والكلام ده، وعندك كمان الانفرا، تبدا تعمل لهم كلاش مع بعض. تعالى كده خليني اقول لك، لو انا جيت مثلا عملت لك شيت اكسل ولا اي حاجه، الكلاش ماتريكس ده موضوع كبير شويه، انا مش حابب ان انا ادخل فيه ان ديتيل، لكن هوري لك الدنيا بتكون ماشيه ازاي، بحيث برضه لو حابب بعد كده ان انت تبص فيه الموضوع بتاع الكلاش ماتريكس ده وتدخل على النت تشوف الستاندردز بتاعتها بالظبط. لو انا جيت مثلا هنا قلت له ده وليكن الارك، وبعد كده الاس تي ار، وبعد كده الاتش فاك مثلا، وعندي الالكتريكال، وعندي مثلا الانفرا، تمام. وجيت هنا بنفس الكيفيه، ادي الارك والاس تي ار، وادي الاتش فاك، وادي هنا الالكتريكال، وادي هنا الانفرا. فتبدا تقول انا هكلش مثلا معماري مع معماري، يبقى ده واحد، هكلش معماري مع انشائي، الاثنين، ادي ده الثالث، مش ده الثالث معلش، اهو ده الثالث، تمام، وده الرابع، وبعد كده ده
الخامس وهكذا، هبدأ بقى هنا يبقى ده السادس، وادي ده السابع، وادي ده الثامن، وده التاسع، تمام. بعد كده ده مثلا وليكن 10 11 12، تمام. ادي ده 13، ده الكلاش رقم 14، ده الكلاش رقم 15. ممكن احنا نعمل، معلش ناخد ده كنترول اكس كده، الورق عندي بالعربي فعامل لي مشاكل. حاجة بالشكل ده كده مثلا، فانا عرفت في الاخر ان انا عندي 15 كلاش. طبعا احنا ما بنعملش كده، احنا بنقعد نفصص كل الاليمنتس اللي جوه كل واحد فيهم ونبدأ نجمع الكلاشات بتاعتهم، فبتلاقي معادلة بسيطة كده اللي هو عدد الكلاشات بتساوي ال n في n زائد 1 على 2، او ال n في n ناقص 1 على 2، على حسب هتاخد الكلاشات اللي جوه معاك او مش هتاخدها، ماشي. وبتلاقي في الاخر تجمع عدد الكلاشات بتاعتك. لو انت دخلت، ادخل كده على جوجل شوف الكلاش ماتريكس، تبدا تشوف الكلاشات ممكن توصل عددها ل 800 كلاش او 1000 كلاش او 200 كلاش، على حسب حجم المشروع، على حسب عدد العناصر اللي انت بتعملها. يعني لو مثلا ستراكشر، لا انا مش هعمل ستراكشر بس، ده انا هقسمه القواعد والجراوند بيمز والبيمز والعمدان والفاونديشن، وعندك كمان الفلورز والوولز والكلام ده كله المعماري. لا ده انا عندي فلورز وعندي وولز وعندي سيلينج وعندي كمان الاليمنتس المكونه للوولز دي نفسها، الالكتريكال المواسير بتاعته والكلام ده. فتبدا تجمع الاليمنتس اللي انت عاوزها، وفي الاخر تعمل الكلاش ماتريكس، تعرف عدد الكلاشات وانت حاطط هنا كل حاجه هتكلشها مع ايه، وتبدا تحط الكلاش بتاعك، تمام. قلنا برضو ان مش طبيعي ان انا اجي اكلش مثلا عمود مع حيطه فطبعا هيطلع فيها كله كلاش، لا على حسب مكان العمود ده ايه ظروفه، هيكلش ازاي ولا لا. التولرانس مين اللي بيحدده؟ التولرانس مين اللي بيحدده؟ ده على حسب سماحية المشروع بتاعك. يعني انا مثلا لو انا جاي شباك مع كاميرا مثلا وليكن، فانا ممكن اسمح بيها بتولرانس 2 مللي 3 مللي 5 مللي، انما اكيد مش هسمح 15 يعني، تمام. طب لو انا، لا ده الشباك بتاعي ده عباره عن ازاز، فانا ما اقدرش اسمح بكل الملالي دي، لا يبقى 1 مللي بس او 2 مللي بس، اكتر من كده لا. فده اللي بيحددها مين؟ مش انا ولا انت ولا مدير المشروع، لا ده بتبقى في بيم اكسكيوشن بلان طالعه التولرنس بتاعت العناصر دي مع بعضها تكون عامل ازاي. طيب طيب الحيط المعماري ما بيأثر على الكلاش في الكوانتيتي، مش فاهم انت تقصد ايه. يعني لو انت بتتكلم يعني الكلاش حاجة والكوانتيتي حاجة تانية خالص، يعني ده انت دخلت موضوعين في بعض. طيب انا عاوز دلوقتي مثلا، انا طلعت الحاجة المنطقية هنا اللي هو مثلا structure beams مع السيلينج، فانا عاوز ابدأ اعمل كلاش ريبورت، واطلع الكلاش ريبورت ده استخدمه في ان انا ادور جوه الموديل بتاعي علشان خاطر احل الكلاش. في هنا الريبورت بتاعك تقدر انت تختار العناصر اللي انت عاوز تطلعها. فبشكل عام انا وانا شغال محتاج ايه في الكلاش؟ محتاج بس الكلاش بوينت ومحتاج الايتم اي دي، تمام. ده اقدر اطلعهم عشان ابدا اعمل بيهم الكلاشات بتاعتي. طيب ممكن انا مش عاوز كده بس، لا ده انا عاوز كمان السمري الداتا اسايند الكلام ده، اللي هو ابدا اعمل كلاش ريبورت ابعته للكلاينت. اهو علمت على الحاجات دي كلها وقلت له والله انا عاوزك تظهر لي كل الكلام ده عشان خاطر ابدا انا ايه، ابدا انا ابعته للكلاينت يبدا يبص عليه. ادي هنا بصيغه ايه انا هشتغله، مش هشتغله اكس ام ال، لا انا هعمله هنا
ال HTML واقول له اعمل لي الرايت بتاعي، ادي ده الكلاش بيم سيلينج ماشي، طلع لي الكلاش بتاعي. لو رحت كده ادي هنا ده شكل الكلاشات اللي عندي، وادي هنا ده الاليمنت اي دي والكلام ده كله. اقدر انا من خلال الحاجات دي اطلع بقى انا الكلاش بتاعي. يعني مثلا لو مسكت الاليمنت اي دي ده كده ورحت على الريفت، جيت قلت له هات لي هنا ايه من مانج، قلت له هنا سيلكت باي اي دي كنترول في، قلت له اعمل لي شو اوكي، لان راح عامل شكلك بتاعتك. حلو قوي. مسك الكاميرا، اروح انا جاي هنا عامل له اللي هو السليكشن بوكس، جاب لي الكاميرا بس لوحدها في الجزء اللي ايه، في الجزء اللي معاها. ابدا انا ازوم بالشكل ده، ادي الكاميرا بتاعتي، هلود عليها الموديل المعماري بتاعي. فلو انا جيت قلت له اعمل لي انسيرت لينك ريفيت، انا عاوز هنا المعماري، قلت له اعمل لي اوبن. المعماري طبعا مفتوح فلازم نقفله. ادي المعماري اوريجين تو اوريجين اوبن. بدأ يظهر معاك اهو، ادي الكاميرا بتاعت اللي عامله كلاش، وادي السيلينج اهو يا باشمهندس اللي هي مكلشه معاه. فلازم انا بقى احل المشكله دي. شوف المشكله جايه منين، هل فعلا المعماري ملتزم بالسيلينج فاحنا لازم نغير الكاميرا او لا، المعماري لازم ينزل بالسيلينج، هل الاستراكشر اصلا يسمح له من السيفت ان هو يشيل الكاميرا دي، ان هو يعملها ان هو يعملها كمخدات مش ككاميرا ساقطه. فلازم هم يقعدوا مع بعض ويبداوا يفكروا ازاي ممكن يحلوا كلاش اللي زي ده. طيب الطريقه دي انا مش بحبها قوي، اللي هو موضوع ان انا اروح هنا اجيب الاليمنت اي دي واروح اجري على الريفت وادور عليه واختاره واعمله الكلام ده كله. لا، احنا في عندنا تقدر بالداينامو انك تشتغل، تجيب داينامو سكريبت يجمع لك كل الاليمنتس اي دي اللي هو انا كنت بقول لك عليه من شويه هنا، وانت بتصدر كنت بصدر مين؟ بصدر اكس ام ال، واجيب ده اللي انا عايزه الاليمنت اي دي، يطلع لك في شيت اكسل وتبدا تختار الكلاش، تختار العناصر يلونها لك بلون معين. فتبقى انت حتى لان لو شفت هنا ممكن انت ما تاخدش بالك من مكان الكاميرا قوي لان كله زي بعضه. فانا عاوز الكاميرا تبقى متلونه بلون معين بحيث ان انا اقدر استفيد من الكلاش واقدر اشوفه على طول بسرعه. فتقدر تستخدم الداينامو سكريبت بحيث ان انت تعمل الكلام ده. طيب فين الداينامو سكريبت ده يا باشمهندس؟ لو جيت معانا كده في الفيديوز بتاعتنا في البلاي ليست بتاعت راجح اكاديمي هتلاقيني عامل لحضرتك بلاي ليست خاصه بيه الداينامو. بدانا هنا في الاخر بتاعنا بدانا نشرح ازاي تبدا تستخدم الداينامو في ان انت تطلع الكلاشات وتلونها وتغيرها والكلام ده كله. فهتستفيد جدا من الفيديوهات دي، وكمان المحاضرات اللي هي او المحاضره بتاعت المره بسم الله الرحمن الرحيم عملتها لكم برضه هنا في بلاي ليست اهوت متقسمه لاجزاء، وتقدر حضرتك برضه ايه تشتغل عليها وتشوفها براحتك. وان شاء الله المحاضره دي برضه هنكمل نرفع الاجزاء بتاعتها هنا. طيب انا دلوقتي مثلا في الكلاش ريبورت انا مش عاجبني الشكل ده، انا عاوز يكون في شكل جداول، فانا ممكن اقفل ده كده انا مش محتاجه، واروح هنا اقول له لو سمحت
انا عاوزه اتش تي ام ال تابيولار، واقول له اعمل لي رايت للكلاش بتاعي اهو، اقول له ريبليس، يبدأ هنا طلعه لك في شكل تيبل بالشكل ده، وتكون الدنيا كويسه جدا وشكلها حلو، تقدر ان انت تشتغل عليها. كمان تقدر تاخده كوبي تحطه في شيت اكسل، توسع الخلايا شويه، تبدا تعمل عليه شويه موديفيكيشن، تلاقي فيه اكسل او ريبورت محترم تقدر تعتمد عليه في موضوع الكلاشز. طيب انا خلاص انا عاوز اقفل موضوع الكلاش على كده عشان ندخل في التايم لاينر. طيب في حد عنده هنا مشكله في الصوت؟ لا الصوت تمام يا هندسه، تمام زي الفل. انا بس مشكله من عندها بس، انا بقرا الرسائل عشان خاطر يعني لو حد عنده سؤال اجاوب عليه. بالنسبه للكلاشات ليها تاثير كبير على الحصر قبل وبعد الحل؟ على حسب بقى، ما انت انا مثلا دلوقتي في الكلاش، انا مثلا شلت ايليمنت معين عشان احل الكلاش دوت، وغيرته خدت له مسار تاني فاداله مسار اطول الحصر. لو انا مثلا في المعماري غيرت الحيطه بتاعتي وديتها في مكان تاني، او قللت العرض بتاعها، او ابتديت اشتغل فيها بشكل معين، عملت فيها فتحه بشكل معين، فانا غيرت في الحصر. بالنسبه للانشائي، لو انا عندي مثلا عمود صغرت السايز بتاعه، او غيرت الضرب بتاعه وابتديت زودت الضرب التاني، فابتديت غيرت في الحصر. فانت حل مشكلتك لما تغير المشكله بتاعتك، او لما تحل المشكله بتاعتك شوف انت غيرت ايه، وبناء عليه شوف هل هو اثر على الحصر ولا لا. ممكن نسحب الملف ده على براحتنا، فلتر للاكسل ونعمل تسحب طبعا الاكسل. ما احنا قلنا بقى دلوقتي ان احنا جبنا الكلاشز دي في اتش تي ام ال، تقدر تاخده كوبي تحطه في اكسل وتفلتر وتشتغل فيه زي ما انت عاوز. ومش بس كده، انت ممكن كمان تعمل سكادوال جوه الريفت للكلاشز، وتبدا حتى تلونها، تشوف الكلاش اللي اتحل، الكلاش اللي ما اتحلش، الكلاش اللي هو لسه بيندنج، الكلام ده كله فتقدر تشتغل فيه بقى. يعني مجموعه من الافكار وانت شغال بتجيب لنفسك افكار وبتدور على حل وتقدر تطبقه، تلاقي الدنيا كويسه يعني. طيب دلوقتي هندخل على موضوع التايم لاينر. طبعا خد بالك يا باشمهندس، احنا كده لسه في برضه ممكن انت وانت شغال تلاقي حاجات تانية كتير في الكلاشز تقدر تشتغل فيها وتعتمد عليها. يعني مثلا ممكن تعمل الكلاش تيست ده بفايل اكس ام ال تشتغل عليه، ماشي؟ ممكن تصدر الحاجات دي اكس ام ال وتبدا تشتغل عليها وهكذا. فانت تبدا تدور بقى ازاي تقدر تستفيد من موضوع الكلاشز ده في الشغل بتاعك. لو في موقع او مثال للكلاش ماتريكس، والله ممكن تدخل على جوجل وتكتب له كلاش ماتريكس. أو كلاش ماتريكس تمبلت، هتلاقي فيه هنا صور كتيرة جدا لشكل الكلاش ماتريكس. وخد بالك انه الكلاش ماتريكس يعني مش ستاندرد معين، يعني طبعا ليها ستاندردز كتيرة جدا. شوف بص هنا كمية كلاشات عاملة ازاي، بص دي عاملة ازاي، طبعا كلاشات كتيرة جدا او الاسلوب بتاعها. من ضمنها مثلا ممكن في كلاشات بتقسم على حسب نوع الكلاش، هل انا هعمل كلاش هارد ولا هعمل كلاش كليرنس ولا هعمل دوبليكيت. بالشكل ده يعني مش مفيش ليها ستاندرد معين اقدر اقول لك هي ماشيه ازاي. حاجه زي كده مثلا، طبعا الكلاش ماتريكس دي بتكون موجوده في البيم اكسكيوشن بلان قبل ما حضرتك تبدا تشتغل، عشان تبقى عارف وانت هتكلش ايه مع ايه، وبالذات حاجه مهمه جدا، هل انت هتكلش الديسيبلين مع بعضه ولا لا. ومش بس كده، لو احنا بنتكلم مثلا على اصدقائنا المعماريين مثلا،
في عنده فاميليز كومبوزيت، بمعنى انه عندي مثلا الشباك موجود فيه الفريم وموجود جواه الازاز، فتداخل الازاز مع الفريم ده مثلا يكون قد ايه؟ تمام؟ طب انا عاوز احسب الكلاش، هل الكلاش لو خبط في الفريم ماشي اوكي، لكن الكلاش لو خبط في الازاز لا، يبقى في عندنا مشكله او ممكن انا اسيبه. في بقى تدخل جوه ماتريكس كبيره قوي كده اللي ازاي تعمل الاوبشنز دي كلها، وطبعا ده بيعتمد على حجم المشروع ودقته والبيم اكسكيوشن بلان المطلوبه من حضرتك، لان البيم اكسكيوشن بلان هي دي الريفرنس اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. طيب خليني اعمل موديل تاني كده، هفتح فيه بس الاستراكشر. طيب الاستراكشر هنا احنا فاتحينه هنا بالايه؟ فاتحينه هنا بالفلورز او بالاليمنتس، اسف تمام، بالاليمنتس. انا مش عاوز اعمل كده، انا دلوقتي واحد شغال في التايم لاينر، فانا عاوز اعمله بالليفل تمام. فهروح على الريفت، انا خلاص ما بقتش محتاج اللينك بتاع المعماري، فانا هشيله خلاص. شيل السكشن بوكس، ادي ده الاستراكشر بتاعي. لو انا رحت كده قلت له والله لو سمحت من ادنز اكسترنال تول، ابتدي اقول له ده موديل استراكشر بس ليفل، خلينا نسميه برضو بيم اريبيا ده ليفلز. حلو قوي، انا هبدأ انا اصدر دلوقتي. خلاص صدرنا، نروح على نافس، قلت له اعمل لي اوبن كده بتاع الليفلز ده، اوكي سيلكشن تري. بقى هنا زي ما حضرتك شايف كده بي ليفل فاونديشن، ليفل كذا، ليفل كذا، ليفل كذا. حلو قوي، انا عاوز ابدأ اشتغل في التايم لاينر، فهبتدي اقول له والله طلع لي التايم لاينر بالشكل ده، اعمل لي تاسك جديده. التاسك دي مثلا انا هسلكت على الفاونديشن تمام، ادي ده فاونديشن، طلع لي التايم لاينر، اقول له اعمل لي بين ليه كده. حلو قوي، لازم بقى تيجي تقول له هو هيبدأ امتى وهينتهي امتى. هيكون مثلا هيبدأ في يوم 10 وينتهي مثلا وليكن يوم 13. في بقى هنا داتا كتيره جدا، الاكشوال ستارت والاكشوال اند، انا مش عاوز الجانت شارت دلوقتي فهشيله. التاسك تايب انا هعمل له كونستراكشن، وهاجي هنا على الاتاتشمنت اقول له لو سمحت انا عاوز اضيف اتاتشمنت، هتلاقيها مش متفعله. ليه مش متفعله؟ انك لازم تختار. فانا هنا همسك وليكن الفاونديشن اللي هو الجزء الخاص بيه، الفاونديشن اللي هو ده. طب انا مش عاوز الفاونديشن كلها، انا عاوز ابدا الاول اعمل الفاونديشن مع الجراوند بيمز، وبعد كده اعملها بتاعت الجراوند. لو انا دخلت جوه ادي ده وادي كنترول كمان، هات لي ده وقول له هنا كليك يمين اد كارنت او اتاتش كارنت سيلكشن، هو ده كده اشتغل معاك. لو انا جيت هنا اهو ادي هنا ده السلكشن بتاعي، هاجي اقول له هات لي اد تاسك ثانيه. تاسك ثانيه دي مثلا هسميها هنا ده مين؟ هسميها اللي هو الجزئيه الخاصه بالاعمده، الاعمده اللي هي تحت الجراوند اللي هو مثلا كولومز ايدج مثلا، هيبدا وليكن يوم 13 وهينتهي وليكن مثلا يوم 15، واجي الكيس بتاعته كونستراكشن
اروح على اد الكولومز دي وكليك يمين اقول له current selection، بدا يضيفها بالشكل ده. خد بالك انا ممكن كمان اضيف للسيتس، بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا مثلا عندي هنا الفلور اللي هي موجوده في الجراوند دي، ممكن انا اجي هنا اقول له والله اعمل لي ايه سيف سيلكشن، فتبقى دي ست اسمها مثلا ايه ده الجراوند فلور مثلا، تمام، اللي هو السلاب اون جريد مثلا، بلاش جراوند، خليها سلاب اون جريد، سلاب اون جريد، تمام. اهو ادي عندي هنا دخل السيتس مثلا، خليها بين هي كمان دلوقتي، ادي سلاب اون جريد. وبعد كده جيت عندي هنا ادي الستيرز، خد بالك الستيرز اللي هي موجوده لتحت دي اهي، الستيرز دي، فهاجي اقول له مثلا سيف سيلكشن دي اسميها جراوند ستيرز. وبعد كده مثلا عندي الستراكشر كولومز بتاعت الجراوند، فاجي هنا مثلا اقول له سيف هنا سيلكشن دي اسميها هنا مثلا دي باك جراوند كولومز. الفكره في ايه؟ الفكره انا لو جيت عملت تيست جديد كده وقلت له ده والله اعمل لي هنا الاول مين؟ الاول ستير، ماشي، او مش الستيرز، الجراوند يعني ستيرز، ماشي. الجراوند ستيرز دي مثلا وليكن هتبدا من يوم 15 وهتنتهي وليكن يوم 19، تمام. والكيس بتاعتها كونستراكشن، لو انا جيت هنا في سلاب اون جريد، جيت هنا كليك يمين، ممكن اقول له اد ست، فانا عاوز اضيف مين؟ الست بتاع سلاب اون جريد. فانا اسهل بدل ما انا اروح اقعد اختار من هنا، لا خلاص هو ست جاهزه، كليك يمين اختار الست اللي انا عاوزها. طيب انا هنا بدات اسف ده الستير، فانا ده مثلا فيه، فاقول له اعمل لي هنا ايه؟ اعمل لي كلير اتاتشمنت وكليك يمين اد ست، انا هضيف هنا الجراوند ستير، تمام؟ ادي ده الجزئيه الخاصه بالجراوند الجراوند ستيرز. طب عاوز اتاكد ان انا اخترت صح، لو جيت هنا كليك بس هنا الجراوند ستيرز، اضيف تاسك جديده مثلا وليكن هنا التاسك، بس بتعلق معاك شويه اهو لحد لما ربنا يكرمها وتفتح. اقول مثلا ده جراوند الجراوند كولومز، فهتبدا مثلا وليكن انا هبدا مع السلالم اللي هي يوم 15/2 مثلا، وهنتهي قبل السلالم اللي هو مثلا وليكن يوم 17 مثلا وليكن، تمام. الكيس بتاعتي كونستراكشن، لو انا جيت هنا قلت له هات لي الست بتاعت الجراوند كولومز، عمل لك بالشكل ده. تقدر بقى مثلا انا عملت الجراوند كولومز اعمل معاها السلاب جريد بعد كده مثلا، فهعمل تاسك جديده مش هسميها بقى خلاص، نبدا هنا مثلا وليكن يوم 19 وننتهي يوم مثلا 21 ولا 22، واقول له ده الكيس بتاعتي كونستراكشن، ودي هحط فيها السلاب اون جريد. بعد كده مثلا ممكن اختار الفيرست فلور والفيرست فريمنج مع بعض كده، انا هضيف تاسك جديده هضيفهم دول مع بعض، هقول له هات لي اتاتش سيلكشن، وهنا ده كونستراكشن، واقول له الكيس مثلا بتاعتي هنا وليكن هتبدا يوم 23 مثلا وتنتهي وليكن يوم 26 وهكذا، تمام. ده هنا ده الاكشوال بتاعها ده 23 اهو، ده 23 وتنتهي مثلا يوم 26.
مش عاوز اطول اكتر من كده عشان خاطر ما تملوش. لو انا رحت هنا في السيموليشن قلت له مثلا ابدا اعمل لي سيموليشن كده، بدا يظهر لك اهو، خد بالك الحاجات الخضراء دي. معلش ممكن نوقف الباك جراوند لين ابلاي اوكي، اقول له اعمل لي كده ستارت. خد بالك بيعدلك الايام اهوت، تمام، الساعه والتاريخ ويوم كام والاسبوع كام في المشروع، وبدا يطلع لك بعد كده في سلابهم جديد اهوت ولسه في معاه. خد بالك بقى في هنا مثلا في مشكله اهو، اللي هو مين اللي هو السيلينج داخله مع الجراوند، فبدات هنا ده دخلت معاها، فلازم تاخد بالك وانت بتعمل الموديل او وانت بتعمل السليكشن. تمام كده بدا يعمل لك اهو. ممكن انا لو انا بقى عاوز اشيل كل ده خالص، هشيل كل التاسكات دي، هقول له هنا اعمل لي ايه؟ اعمل لي هنا اوتوماتيك اد تاسكس اهوت لكلهم، واروح ابدا اعمل السيميوليشن بتاعي. فهو اوتوماتيك راح عامل لك التاسكايه بتاعت الايه؟ الجزئيه الخاصه بالسيميوليشن. ممكن نعملها كده. طب انا جيت هنا مثلا في الكونفجريشن الكونستراكشن مثلا انا عاوزه جرين 90%، ممكن انا اغير اللون بتاعه، ممكن انا اغير اللون بتاعه باحد الالوان دي، او لو انا عاوز اعرف واحد جديد فباجي هنا في الديفينيشن وابدا اعرف لون جديد، وهكذا الالوان اللي انت عاوز تشتغل عليها. طيب الداتا سورسنج، لو انت عاوز تضيف ملف مثلا اكسل او ملف بريمافيرا بحيث ان انت تاخده تحطه جوه التاسكات بتاعتك. ده كده الموضوع باختصار ازاي تقدر تعمل تايم لاينر بتاعك. حلو قوي. في كمان هنا في السيتنجز بتاعتك تقدر ان انت تغير الحاجه اللي بتدخل معاك هنا اهو. لو انت جيت هنا مثلا التكست بتاعك انت عاوز تضيف ايه؟ انا مثلا عاوز اضيف وليكن الكوست، الكوست بتاع مثلا الماتيريال كوست، تمام، وقلت له اوكي. طب بس الماتيريال كوست انا اصلا ما حطيتهاش فهي صفر، فانت ممكن تيجي هنا في التاسكات، انا مش عارف اضيف هنا الماتيريال كوست، لا ممكن تيجي هنا تقول له والله انا عاوز اضيف اشوف هنا الأعمدة اللي هي الأعمدة بتاعتي الموجودة إيه اللي ممكن أضيفه أو أشيله مثلا هنا تشوز الكولمز، فأنا عاوز أحط الماتيريال كوست، قلت له أوكي. فجيت هنا في الماتيريال كوست وجيت قلت له والله مثلا دي وليكن 5000، هنحط مثلا أي أرقام مثلا، وده مثلا وليكن 10000 مثلا أو أي حاجة، ده مثلا وليكن 200000، ده مثلا وليكن 50000. انت واخد بالك التوتال كوست بيتجمع هنا، اللي هو انا لو جيت في الجداول بتاعتي وقلت له بقى ابدا ظبط لي كده كل واحده الماتيريال كام والليبر كام والاكوبمنت كام، تجمعهم يحطوا لك في التوتال كوست. ممكن انت تتحرك دي تطلعها فوق اهو، قول له اوكي. تمام هنا مثلا ده التوتال كوست بتاع دي او الماتيريال بتاعت دي مثلا وليكن 20000. يعني احنا بنقول مثلا اي ارقام، لان طبعا احنا ما عندناش داتا في المشروع ده. وابتديت هنا بقى ترن، بيدي لك هنا التكلفه شغاله معاك اهي، بيحسب لك التكلفه بتاعت المشروع وانت شغال. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الجزئيه اللي احنا عاوزين نتكلم فيها النهارده. لو في حد عنده اي سؤال يا ريت تتفضل.
تبعت من النافيس ورك ل او اس ازاي تبعت من البريمافيرا للنافيس ورك. في عندنا هنا الداتا سورسنج اهو، في هنا ات بتاخد هنا الفايل بتاع البريمافيرا اهو، انت بتصدر من البريمافيرا وبعد كده بتيجي تقول له اد، انا هضيف مثلا فايل البريمافيرا، تبقى تروح تجيب البريمافيرا بتاعك وتشتغل عليه بس كده. نفس الفكره مثلا لو انت شغال مثلا اكسل او اي حاجه وليكن سي اس في مثلا، بتبدا تروح على فايل السي اس في وتقول له اوبن، خلاص بتبدا تشتغل عليه اهو مثلا. تاخد كل تاسك مثلا، ده التاسك نيم، فجنبها مثلا النيم، الديسبلاي اي دي مثلا جنبها الاي اي دي، سيركونايزنج اي دي او ديسبلاي اي دي اهو، وهكذا. انت بتظبط الداتا بتاعتك، الداتا ده كله كونستراكشن مثلا. وتبدأ تقول له اوكي وتشتغل عليه وتتصدر بس كده. باشمهندس بعد اذنك، اتفضلي. هو دلوقتي حضرتك بالنسبة للإنشائي حضرتك دخلتها منفردة يعني، وحضرتك بتعملها موديلنج أصلا، كنت عاملها منفردة. بالنسبة للمعماري مثلا أنا عايزة أعمل تايم لاينر، فلازم أخلي طبقات مثلا لو قلنا الحوايط لازم أخليها منفصلة، المونة مختلفة عن الدهان، واللي هي تركيبة الدهان مع السقف، الحيطة مع السقف، وهكذا عشان أقدر أعمل التايم لاينر مظبوط. على حسب، بالظبط على حسب العناصر اللي انت بتختاريها من هنا، تمام. بتبداي تختاري العناصر بتاعتك، العنصر اللي انت هتختاريه هتضيفيه وتديله وتديله التايم لاينر بتاعه والمده الزمنيه بتاعته اللي هو بيشتغل عليها بس. فشوفي هنا اذا هي دي منفصله هتقدري تحمليها لوحدها، اذا مش منفصله مش هتقدري تعمليها لوحدها. هل هيكون نفس سلوك مرن في شغل التخطيط للمدن بحيث ان اجمع الطرق والمرافق وساكن وخدم وكذا، نشتغل معمار وانشاء ولا؟ طبعا النفس سلوك بيقدر يشتغل تجمع فيه كل التخصصات وتشتغل عليه. فيعني حتى لو موضوع انفراستراكشر او موضوع مدن او كده، انا بس مش قادر افتح لك مشروع دلوقتي لانه ما ينفعش ان انا افتحه لك، ولكن مشروع موجود فيه كل حاجة. يمكن أنا اتكلمت عنه امبارح، مدينة سكنية كاملة بكل العناصر اللي فيها، سواء كان أبراج أو كان أنفاق أو كان طرق أو كان كباري، بكل الخدمات بتاعتها، وكنا مدخلينها على النافي السورك وبنطلع بيها الكلاشات بتاعتها. هل ممكن يحصر الأعمدة مرتين، مرة في الإنشائي ومرة في المعماري؟ هو أعمدة المعماري حاجة وأعمدة الإنشائي حاجة، أنت مش محتاج تحصر الأعمدة أصلا بتاعت المعماري، أنت ما بتاخدش الأعمدة من المعماري يعني. زمن البدء وزمن نهاية العنصر في الريفت في شيرد بارامتر وكمان اسم التاسك. لا بص، إنك تدخل بقى الحاجات دي في الريفت، لا أنت أصلا الزمن هنا البلاند، الأكشوال ستارت والأكشوال إند والبلاند ستارت والبلاند اند، انت ممكن تدخل الكلام دوت في الريفت، مش تعمل بارامتر وتحط فيه داتا زي ما انت عاوز، بس مش هتقدر تصدرها هنا للايه؟ للنفس. فانت لازم تدخل تكتبه هنا، يا اما تكتبه يا اما تستورد الداتا سورسنج باكسل او ببريمافيرا. How can we show concrete costing for a slab from right to left for example in time line، يعني ايه اظهره من الرايت من اليمين للشمال؟ اصل احنا شغلنا كله انجليزي، فهو جاي كده، فانا هظهره كده بالعكس، ما مش هتعرف تعملها دي. السكريبت بتاع الداينامو، حضرتك بص السكريبت بتاع الداينامو، انا مش بس رافعها يعني حضرتك، انا بشرح ازاي انت تقدر تعملها اصلا يعني هنا. السلام عليكم كده يا باشمهندس.
في السكريبتات انا بشرح لك ازاي تعمله. يمكن انا هنا ده بدأنا في الاول خالص اللي هو ازاي تعمل اساسا البارامترز بتاعت الاي ديز جوه الريفت، وتقدر تحط الاي دي جوه الريفت، وده ازاي تغير اللون بتاع الاليمنت. والفيديو اللي جاي باذن الله ازاي بس مش تغير اي دي بتاع اليمنت واحد بس، لا تغير اللون بتاع كل العناصر اللي حصل فيها كلاش وانت حصل فيها كلاش وصدرتها من النافس للريفت. فما تقلقش يعني، مش بس كده، لا ده انا هقول لك تعمله ازاي كمان، بس لازم طبعا حضرتك تكون بتعرف ريفت، اسف تكون بتعرف داينامو، او على الاقل عندك البيزكس. او ابدا معانا بقى من الاول، يعني ابدا معانا في الفيديوهات دي من الاول، وان شاء الله توصل معاك بعدين كويسه. بص، موضوع اظهار البلاطات والكلام ده انا ما بشتغلش انيميشن، فتسال واحد بتاع انيميشن، انا ما بعملوش، مش تخصصي. طيب هل في حد عنده أي سؤال تاني يا جماعة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا باشمهندس؟ الله يكرمك يا باشمهندس. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. الله يكرمك يا رب. بدر كتبت لك حاجة. ما انا قلت لحضرتك انا مش بتاع انيميشن، ده بتاع انيميشن هو يبدا يعمل لك حاجه زي كده، لكن جوه النافيس ورك في انيميشن اهو، لكن انيميشن ضعيف. بس ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. شكرا 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 باشمهندس. رابط اليوتيوب، ثواني ابعت لحضرتك. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة ممكن أمريز هاند. في سؤال، هل أقدر أربط بين العناصر بين الريفت والنافس عن طريق داينامو سكريبت مثلا، بحيث أعمل تايم لاينر؟ بص يا باشمهندس، أنت لازم تبقى عارف إمكانيات الجهاز اللي موجود عندك. أنت هتعمل تايم لاينر، فانت عاوز برنامج بيعمل جدول زمني. البرنامج اللي بيعمل جدول زمني البرنامج لا الريفت ولا النافيس ورك، يعني حتى النافيس ورك هو بيعتمد على داتا انت بتدخلها له، تمام؟ فما تحاولش تتعب نفسك في ان انت تعمل حاجه البرنامج ما بيعملهاش. الريفت مستحيل تعمل عليه تايم لاينر او تعمل عليه جدول زمني زي البرنامج، مش هتعرف. فانت الحل من اتنين، يا اما المهندس المانجمنت بيبعت لك فايل البرنامج فانت بتبدا تستورده على النافيس وتشتغل عليه، او انت تكون بتعرف تشتغل برمافيرا. وخد بالك انت مش مطلوب منك تكون شغال برمافيرا، مفيش حد فينا بيعرف كل حاجه، كل واحد ليه تخصصه. مهندس البلاننج والمانجمنت مهندس بلاننج شغال برمافيرا، مهندس البيم كوردينيتور او البيم كوردينيتور شغال على الريفت والنافيس ورك، المهندس او التكنيشن الخاص بالانيميشن والريندرنج هو خاص بالانيميشن والريندرنج، كل واحد له شغله. يعني ما تحاولش تقول ان انت او ما تحاولش ان انت تشتغل في كل حاجه، ما حدش بيعرف يشتغل في كل حاجه.